سمي عبد المجيد. القمر اللي سمعتها أنا أنه ينشق مرتين، في يوم الرسول جاله ولد، وقبلها يوم أن أتوقع أبو جهل أو وليد بن المغيرة يوم طلب معجزة ما خاف ظني، طلب النبي صلى الله عليه وسلم، إيه، فشق الله سبحانه وتعالى القمر نصين، فهو انشق مرتين وما خاف ظني. حتى أنهم قالوا أنك سحرتنا يا محمد، إيه، لما قالوا سحرتنا يا محمد النبي قال اللي بيجي الحين جاي من خارج المدينة اسألوه، إذا كنت سحرتكم أنتم السحر ما يتعدى المجموعة هذه، إذا كان سحر فعلا الشخص اللي جايب يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول الراوي أنه لما أتى شخص من خارج المدينة ودخل المدينة سؤل ما هل رأيت شيء غريب الليلة الماضية؟ قال نعم رأيت شيء غريب وخفت أن أتكلم فتضحكون علي ومن هالكلام، يعني يقول رأيت القمر انشق إلى نصفين. آخر الرخات الصينية أنه فعلا شق القمر عندنا القرآن الكريم. إيه لا بس أنا بعد القرآن ترى ذكرت في المؤرخات الصينية بعد القرآن؟ نعم ما في مشكلة بعد القرآن. إيه لا أنا بس أقول لك ذكرت كمان دونت أن القمر شق، قصة كلمة أخذوها من القرآن الكريم، ما أخذوها في فترة، في الفترة ذي شاف القمر مشقوق هم في الصين عاد، هذه والله ما عندي مناسبة. إيه لا لا ذكرت. نرجع لمحور حديثنا في الصحابة. أنا لو سألتكم سؤال شخصي، شوف الصحابة كلهم محبوبين عندنا وكلنا نحبهم ما في شك، حبهم من الإيمان، حتى أنا في باب حب الصحابة من الإيمان، لكن لو سألتكم من هو الصحابي الجليل اللي أنت معجب بشخصيته؟ أنا عندي عمر بن الخطاب، لأنه أرى فيه شخصية حاكم وقيادي عظيم جدا. أحسنت. يقول سم أبو بكر الصديق لأنه أول من صدق. لا أكلم الرجال، أنا عندي الشخصية لا نختلف على شجاعته، على شجاعة عمر بن الخطاب على الهبة اللي أعطاه إياها الله، ولكن أنا الشخص اللي معجب فيه، كلهم معجب فيهم جدا شخصياتهم رضي الله عنه، ولكن أبو بكر أول من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاءته بالرسالة، وكان معه في الغار ورفيقه في الغار، وكان الرفيق الملازم للرسول صلى الله عليه وسلم، ما في شك. فهذا اللي ما في شك.